هنا أود أن أوجه رسالة للمجرم والمجرمين الذين رصاصة الغدر التي طالت هذا البطل، نقول للجرذان وللقوة. تصريح ناري لمدير أمن تعز ضد غزوان المخلافي ويصفه بالجرذ، ويكشف عما سيحدث له والتحالف يجرد الرئاسي من إدارة الملف اليمني. فاصيل عاجلة وحصرية بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أدلى مدير شرطة تعز بتصريح ناري بشأن غزوان المخلافي. قال العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة تعز رسالة إلى الجرذ المخبأ في مجاري كلابة: لن تنجو من قبضة رجال الحملة الأمنية ولو كنت في أحضان الحوثي. يأتي ذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحملة الأمنية وقوات غزوان المخلافي تسببت بسقوط قتلى وجرحى. وكما سحب تحالف العدوان الامريكي السعودي اليوم الملف الانساني من سلطة المجلس الرئاسي الموالية له جنوب اليمن. يأتي ذلك في اعقاب خروج المجلس عن المهام المحددة له في اطار اتفاق تشكيله. واتهمت المجلس الرئاسي بالتلاعب بملف السلام والحرب، حيث افادت مصادر دبلوماسية باستئناف التحالف اتصالاته المباشرة مع صنعاء لتهدئة الوضع شرق اليمن، معتبرة إطلاق سفن الوقود المحتجزة في جازان قبله الدعوة على لسان نائف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لحل السياسي في اليمن إنهاء محاولات القوى اليمنية الموالية للتحالف التلاعب بملف السلام والحرب.